يلي عم بيصير بكتير دول حدنا الشباب أثبتوا فيها عن قدرة كبيرة للتغيير. هيدا الشيء صار عنا نفسه من 6 سنين. الشباب بيحلموا إنه يصير بلدهم أحسن، نزلوا على الشارع وغيروا الأنظمة. هالمرة صار لازم ننزل على الساحة مش كرمال حدا من السياسيين تبع 14 أدار، بس من شان بلدنا وكمان من شان نكون جزء من حركة التغيير اللي عم بتصير بكل المنطقة. هالمرة كتير بتشبه أول مرة. هالمرة أهم من أول مرة. و14 أدار هو الناس يلي نزلوا بال2005، مش السياسيين اللي أخذوا الاسم وما عرفوا يتصرفوا فيه. لازم ننزل. سوري شباب، أنا ضد السلاح. Make love, not war. Peace. Peace.